إلا لأصحاب المساء وشاهد معنا. أما الذين يمثلون الشرك ويقولون نحن ناس المساد، باب التوبة مفتوح وأعلناه قبل يومين. الخرطوم ما بتديكم حكم، جوبا ما بتديكم حكم. تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا أنتوا ولا الشرك ولا ما حبيكم، تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء. ما بتنفذوا أجندة بتاع الآخرين، لأنه البلد ده فيه أسياد وفيه ناس ما بيخليكم تنفذوا، عشان ما تفقدوا أهلكم، وعشان ما تفقدوا القواعد، وعشان ما بتبقوا مجموعة بتاعت نكرة. ما تتكلموا سايد، تقولوا باسم نظار ولا باسم سياسيين ولا فقراء ولا شياطين ولا جن ولا على كيفكم. لكن مهما بقيتوا، الخرطوم ما حتسلمكم حكم. إذن هذه هي الرسالة التي وجهت لأصحاب أو ممثلي مسار الشرق. معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الوهاب جميل، كبير المفاوضين في مسار الشرق. مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ عبد الوهاب، هل تسمع عبد الوهاب؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد الوهاب. هكذا هي العادة في الشريك، عادة الاتصالات يعني فيها كثير من المشاكل. لكن يعني هذه الدعوة لمسارها، يمكن أن تجد أذانا صاغية برأيكم؟ والله مش أنا ما بنظر لها من هذه الزاوية، تجد ما تجد، لكن حقيقة يمثل الفرق بين 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 رجل الدولة وبين الرجل المنكفع على نفسه والذاتي. هو يدرك تماما إنه هذه المجموعة زي ما ذكر، وقد يتفقوا معه ويختلفوا معه، إنه هذه المجموعة حاولت من الفرض الرؤى بتاعتها عن طريق الضغط من الخرطوم او من جوا او من غيره من الحتات، عشان يضغطوا عليه على على اهل الشرق. وبوريهم بصورة واضحه جدا، وعلى الاقل من ناحيه عمليه كذلك من الحشود اللي عملها في في في، وهم طبعا بيكونوا شايفين المساله دي كلها مدركينها، ناس بيكونوا قاعدين وبيورونا الشيء الحاصل. يعني لكن في 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 مثل هذه اللحظات، لو ما رجل تير كان بيفكر بعقلية رجل الدولة وشيخ قبيلة وذول يعني أفق واسع في هذه الجانب، إنه الشرق ده يسع الجميع. يا جماعة تعالوا الشرق ده حقنا كلنا، نقعد نتفاوض وبالتالي إحنا نصل لحل، لأننا كلنا في النهاية ابناء شرق. هذه المسألة هي تماما أخ ويس ذكرني قبل السقوط سقوط البشير بفترة ما طويلة. كان في لغة في 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 قناة 24، كان برنامج يقدم الطائر حسن التوم، استضاف فيه أحد الإخوة الشيوعيين عما يجري، فهو بيفتكر إنه كان الطرح بتاعه إنه يبعد كل هؤلاء الكيزان والأخوان من السودان تماما، وإنه ما فيه أي محل. كان المستضيف في ذاك الاستوديو الأخ أحمد هارون، فقام طاهر قال لأحمد هارون، قال له رأيك شنو في كلام زول ده؟ قال له والله السودان ده بيسعنا كلنا، نحن ناس حكومة وناس دولة، نحن أظن اسمه الرشيد نحن والرشيد ده كل السودان بيسعنا ونقعد مع بعض. وهو خليه يقول كلامه ده الفرق بين رجل الدولة وبين الرجل اللي ما عنده فهم وما عنده فكر، اللي هو الطرح المغلق والطرح الذاتي. لأنه لا تستطيع إنك في أي جهة من الجهات مهما أوتيت من قوة إنك تغصي جهة مهما كانت الحجم بتاعها ضئيل. إذا أنت مهما القوة بتاعتك والكسرة وكل شيء معاك، لا تستطيع أن تقص قوة مهما كانت ضعيفة. لا بد في النهاية أن تكون في يوم من الأيام مع والهدم بالنسبة لك. المناطحة كانت بين النظام الإنغاز وبين الأحزاب على الرغم من أنها ضئيلة جدا. نحن لا نتكلم عن أحزاب ما عندها حتى وزن، يعني ضئيلة جدا. أحزاب اليسار، كل الأحزاب الموجودة في السودان اندمجت تماما في 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 30 يونيو من غير استثناء، ما عدا اليسار. اليساريين ذاتهم في 2005 وفق اتفاقية نفاشة كانوا جزء من الـ من الـ من الحكومة. فبالتالي أي إقصاء، وده على التاريخ يا أخ ويس، يعني التاريخ يعني ما في السودان براه على مستوى التاريخ، إذا كان الإقليمي والله إذا كان العربي والله حتى على مستوى العالم، الإقصاء أصلا لا 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 لا, لا يحل مشكلة. خلينا نشوف منك أستاذ عبد الوهاب.